نتحدث عن ما يتحدث به البيت الأبيض، زيارة غانتس التي تصنع الحدث في الداخل الأمريكي والإسرائيلي وفي المنطقة. والبيت الأبيض يقول بأن هذه الزيارة ستبحث التهدئة، ستبحث أيضا مسألة سير العمليات على الأرض ومسألة المساعدات الإنسانية لغزة. هل نفهم من كل ذلك أن الإدارة الأمريكية طوت صفحة نتنياهو؟ لا أعتقد أن هذه الحالة، لا، الولايات المتحدة تعترف برئيس الوزراء نتنياهو بأنه رئيس الدولة أو أنه المسؤول هناك، وهو الذي يتحلى بالمسؤولية في إسرائيل. وحقيقة أننا نتحدث مع بيني غانتس، أعتقد بأن هذا يعكس بأننا أيضا نتواصل مع رؤى مختلفة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق وقف لإطلاق النار وليكون هناك سلام عادل مستدام. ربما يبدو الأمر وربما الكثير وحتى ربما يعتقد الكثير وأنا منهم بأن هذه مثل صفعة لنتنياهو باستقبال بيني غانتس هنا، ولكن أظن بأنها ليست أخبارا كما تظهرها أو يبالغ فيها الإعلام. سيد مائير، كما يقول الجنرال مارك كيميت بأن واشنطن تتحدث مع رؤى مختلفة في إسرائيل، لكن في المقابل نتنياهو طلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين، من السفير الإسرائيلي في واشنطن، ألا يتعامل أساسا مع هذه الزيارة. ألا يشعر الرجل، وهنا أقصد نتنياهو، ألا يشعر بخطر محدق على مصيره، لأنه ربما تكون سحبت من تحت أقدامه يعني الأضواء الأمريكية أو التعامل الأمريكي؟ ما رأيك؟ شكرا على الاستضافة وتحية لك ولضيفك من واشنطن. ما في شك أن دعوة الإدارة الأمريكية لبيني غانتس رئيس المعسكر القومي ووزير في الحرب في مجلس الحرب في إسرائيل هو تعبير عن حالة من عدم الرضا من قبل الإدارة أو خيبة الأمل الإدارة الأمريكية من نتنياهو، لأنه لم يتجاوب مع الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالرؤية التي ستلي هذه الحرب، وفي نفس الوقت هو لم يقدم أي شيء أو مضمون فيما يتعلق بهذه الرؤية، وقدم رؤية ولكنها فارغة من المضمون. أولا، النقطة الثانية، الإدارة الأمريكية ترى في هذه الزيارة مهمة لأنها تدرك أهمية بيني غانتس من ناحية سياسية كرجل يتمتع بشعبية الآن، وبحسب استطلاعات الرأي هو يحصل على ما بين 35 و40 مقعدا في حال إجراء انتخابات، ومن هنا يعني يعتبر قوة سياسية صاعدة، والولايات المتحدة ترغب أيضا في التواصل معه، وربما تفهم ما هو ما يفكر به وما هي طموحاته، وربما يكون أقل حدة أو أقل كفاءة من نتنياهو في التعامل معه. النقطة الثالثة هي تتعلق بتداعيات هذه الزيارة على الوضع السياسي في إسرائيل. هذا الأمر من شأنه أن يعمق شقة الخلاف بين نتنياهو وغانتس وحالة عدم الثقة، بالإضافة إلى أن هناك أمور أخرى بتتعرض لها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بمشاركة الحريديم اليهود في المجهود الحربي كما يطالب وزير الدفاع. يعني اللافت أنه مسؤول إسرائيلي يقول لشبكة CNN إن غانتس لا يمثل الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته إلى واشنطن، وأن نتنياهو لديه خط مفتوح مع بايدن. هل ترى أن هناك خطوط تواصل بين نتنياهو وبايدن في هذه المرحلة؟ ما في شك أنه هناك الإدارة الأمريكية هي تلميح لنتنياهو بأنها يعني غير راضية عن ما يقوم به، يعني مجرد يعني أن أولا عدم كما ذكرت عدم وجود رؤية فيما يتعلق باليوم الذي يلي، وعدم قبول الرؤية الأمريكية، وذلك أن حرص نتنياهو على ائتلافه الحاكم اليمين المتطرف على المصلحة العليا لإسرائيل، وهذه أمر طبعا بيستدعي الإدارة الأمريكية أن تلمح له بشكل أو بآخر بأن هذا الأمر يعني يجب الانتباه إليه، لكنها يعني لا ترفض نتنياهو، لأن تعرف أن نتنياهو هو وصل إلى الحكم بشكل ديمقراطي.
طيب جنرال مارك كيميت، في الأخبار التي تأتي في هذا اليوم هو أنه القناة كان 11 العبرية تحدثت على أنه نتنياهو أو مجلس الحرب كان رافض لمسألة أعداد الأسرى، ومسألة النقطة التي فرضها نتنياهو بالأساس وليس مجلس الحرب فيما يتعلق بوجود عدد الأسرى المحتجزين وليس أسماءهم، في إشارة إلى أنه الرجل تراجع على مسألة وضع هذه النقطة كشرط في المفاوضات. هل الموقف الأمريكي استقبال غانتس هو الذي لين موقف إدارة نتنياهو في المفاوضات برأيك؟ أعتقد أن هذا السؤال ينبغي أن يطرح على ضيفك الآخر الذي هو مطلع أكثر على الأمر، ولكن أنت تقترح بأنه كما لو أن هناك مؤامرة سياسية وبأن الولايات المتحدة في خضم هذه المؤامرة. أنا كنت آمل شخصيا بأن الوضع لن يصل إلى هذا الحد، وإذا كنا نريد أن نظهر امتعاضنا عن سياسة نتنياهو فنفعل هذا بحذر وراء الأبواب المغلقة وبطريقة دبلوماسية، وكما قلت سابقا فهذا ما نسميه الإصبع في العين كما يقال بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو، وهذا ليس طريقة دبلوماسية ينبغي تفعلها. لا ينبغي أن نحاول أن ندير الشؤون الداخلية لدول أخرى، وأجد بأن هذه يظهر تكبرا أو كبرياء من الجانب الأمريكي. ولكن أيضا الجانب الأمريكي واضح أنه غاضب من نتنياهو، من تصرفاته، من تفشيله حتى لمحادثات القاهرة، بعدم إرساله للوفد الإسرائيلي. هذا أغضب كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب بشدة في هدنة رمضان، أليس كذلك؟ أنت قلت ذلك، ولكن أنا لست متأكدا بأن أي مسؤول أمريكي قد قال علنا هذا الأمر، ولكن دعونا نكون واضحين. في نهاية المطاف رئيس الوزراء نتنياهو هو القائد، وهو الذي يتحمل المسؤولية والسلطة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وطبعا حكومة الحرب موجودة، وهي طبعا تساند رئيس الوزراء في طريقة تفكيره. لو كانت هذه مثلا هؤلاء الوزراء طبعا إذا كانوا لا يختلفون معه فبالتأكيد لن يساعدوه، ولكن في نهاية المطاف كما قلت هو الزعيم المنتخب، وإذا لم يتفقوا معه فالناس يمكن أن يقرروا في الانتخابات المقبلة إذا عقدت. ولكن أظن بأنه ربما بأنكم ربما تقللون شعبية رئيس الوزراء نتنياهو الذي واجه الكثير من المشكلات، ولا ينبغي التقليل من شعبيته هناك. سيد كيميت، لا أحد يقلل من شعبيته، وإنما الاستطلاعات هي التي تتحدث عن ذلك. عموما سيد مائير كوهين، بعد الذي حدث هل تعتقد بأن وفد الإسرائيلي سيصل إلى القاهرة؟ ما في شك أنه الوفد الإسرائيلي سيصل إلى القاهرة، ولكن نحن نتحدث عن مفاوضات مع الشيطان، بمعنى أن يعني هذه الشروط التي فرضها نتنياهو، حماس كل يوم بتفرض شروط أكثر يعني ضراوة وعنفا وأكثر انزعاجا، فيعني ده جزء من التفاوض وده جزء من العملية التفاوضية، وكون أنه وضع هذا الشرط من أجل أن يعلم من هم الأحياء من هؤلاء الرهائن هو أمر طبعا طبيعي، لكن مجلس الحرب لم يمرر ذلك يا سيد مائير، وقيل أساسا بأنه هذا الشرط من أجل تفشيل هذه المفاوضات، يعني نتنياهو لا يريد أن تصل هذه المفاوضات إلى نجاح لأنه ستكون مشكلة بالنسبة له شخصيا. لا هذا ليس صحيح، نتنياهو يسعى إلى إنهاء هذه المهمة وإنهاء هذا الموضوع، بدليل أن العملية رفح هي لم تبدأ بعد، وذلك انتظارا لعملية الإفراج عن الرهائن وهذه الصفقة، وبالتالي يعني المسألة هي تتعلق بأن تتفاوض مع حركة
يعني حركة الشيطان، وكل يوم بتفرض شروط وكل يوم بتفرض مطالب، وإسرائيل يجب أن تنسحب إلى آخر مش عارف إيه وهكذا. فيعني هذه الأمور أكثر تعقيدا. الواضح هو أن لا حماس سيد بائير يعني في هذه النقطة لا. نعم. حينما تقول أن الطرف الآخر هو الذي يعرقل، يعني حينما تتحدث نعم. وسائل الإعلام وتقول كلام. إن حكومة نتنياهو طلبت من حماس قائمة عدد المحتجزين الأحياء لا قائمة بأسمائهم، يعني في السابق كانت تتحدث عن الأسماء ثم تراجعت وراوغت كما يقول البعض، وظهرت بأنه هي التي هي مرتبكة، يعني هي لا تعرف ماذا تريد من هذه المفاوضات، وبالتالي هناك ضغط أمريكا أو, 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 أو شيء من هذا القبيل. لا هو ليس بالتحديد، لكن نتنياهو يدير عملية تفاوضية ويعلم من هو الطرف الآخر الذي تتفاوض معه. حماس تريد، وخاصة يحيى السنوار، وهناك معلومات استخباراتية وصلت اليوم إلى إسرائيل أعلن عنها وزير الدفاع ورئيس الأركان وكذلك رئيس جهاز المخابرات، بأن إيران تريد إشعال واتخاذ موضوع رمضان والصلوات هناك في الحرم إلى موضوع ديني، ويعني تتحول إلى صراع ديني، وهذا ما ترغب به. فهناك جهود أمريكية للحقول دون ذلك بالضغط على مصر وكذلك على قطر ليقوم بالدور من أجل الضغط على حركة حماس للقبول هذه الصفقة. طيب جنرال مارك كيمت، هناك أيضا موضوع مهم جدا وتم إثارته في البيت الأبيض وأمريكيا، هو موضوع المساعدات والإغاثة الإنسانية. هناك مجاعة على الأبواب إن لم تكن أصلا بدأت تضرب أهالي القطاع، خصوصا في شمال قطاع غزة، ويبدو أن الجانب الأمريكي يحث إسرائيل على فتح أكثر من معبر في القريب العاجل. على ماذا تركز هذه الرؤية الأمريكية برأيك، خصوصا وأن واشنطن اضطرت للإنزال الجوي لأنها لم تتمكن من يعني فرملة التعنت الإسرائيلي؟ قبل كل شيء لا أعرف ما إذا كان هذا الكلام الأخير صحيحا، لكن أهم شيء هو أن هناك مساعدات تدخل لغزة من الجو، والولايات المتحدة ربما ستبدأ بإدخال تلك المساعدات عبر البحر أيضا، وأيضا طبعا عبر الأرض إذا تم ترتيب أو كانت هناك ترتيبات. ولكن الجميع يدركون بأن هناك مشكلات في المعابر، مشاكل تسبب بها الطرفان في المعابر، ويبدو بأن الأمر غير آمن، لأن مثلا توضع كميات كبيرة من المساعدات على الأرض ولتعبر إلى هناك. إذن سنرى ما إذا كان يمكن توسيع هذا الجسر الجوي وأيضا الجسر البحري، وإذا ما كان يمكن التفاوض أيضا لتوسيع المعابر وعددها، لأنه ليس هناك سبب مثلا لأن تستعمل غزة الناس كدروع، والآن لا تستعملهم كدروع ولكن أيضا كضحايا أو تضحي بهم كقرابين. طيب سيد مائير، فيما يتعلق بفتح مزيد من المعابر كما تطالب به واشنطن، ربما واشنطن تتجه إلى تسيير جسر بحري على غرار الجوي، وإن كان الجسر الجوي البعض ينتقده ويقول أنه غير ذي جدوى، هل ستكون حكومة نتنياهو مستعدة لفتح المعابر لأن هناك مجاعة داخل قطاع غزة وهناك عقاب جماعي يطال الناس هناك؟ يعني كانت هناك يعني نوع من الاتفاق على إدخال هذه المساعدات الإنسانية عبر كرم أبو سالم، وبالتالي حدث ما حدث في المصادمات والمواجهات التي حدثت، والجيش الإسرائيلي قال أنه ليس له ضلوع بأي شيء. النقطة الثانية تتعلق بالمساعدات، وهناك من يعتقد أن المساعدات الإنسانية التي تريد الولايات المتحدة إدخالها إلى القطاع هي بمثابة إعلان الموت على الرهائن، لأن المسألة مساعدات إنسانية نعم، لكن مساعدات إنسانية أيضا على الجانب الآخر. إذا أردت مساعدات إنسانية عليك إطلاق سراح الرهائن، هذا هو الضمان الوحيد لحياة هؤلاء.
ولكن هذا عقاب جماعي، هذا ينافي الحروب. هناك قواعد للإنسان الدولي، هناك قانون الإنساني الدولي الذي يفرض على الطرفين المتحاربين وخصوصا إسرائيل إدخال المساعدات، لأن الناس هناك يتضورون جوعا، وعشرات الأشخاص شاهدناهم كيف توفوا. نعم صحيح، وحماس هي تقوم بالحصول على كل هذه المساعدات الإنسانية وتقوم ببيعها بأبهز الأسعار للسكان، حتى وصل كيلو الرز إلى 80. هل هناك دليل على ذلك يا سيد نعير؟ هل هناك دليل على ذلك؟ أستاذي الفاضل، إذا كنت تتابع أنتم حيدتم التلفزيون. لا يا سيدي اسمح لي سيد نعير فقط، يعني أنتم حيدتم الأنوروا، حيدتم الأنوروا من دورها، فحصل هناك فراغ، ويعني الفراغ هذا يملأه أي طرف. نعم هذا صحيح، وهذا السبب الرئيسي وهذا الفشل في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجهة التي ستقوم ببحث هذه التطورات في اليوم الذي سيلي. الولايات المتحدة تقترح سلطة فلسطينية متجددة ونتنياهو يرفض ذلك، فإذا رفضت ذلك من هي الجهة التي ستقوم بإدارة هذه الأمور؟ هذا السبب الرئيسي لهذه المعاناة التي. لكن فيما يتعلق بحماس، هي تقوم بسرقة هذه المساعدات الإنسانية وتقوم ببيعها للسكان بأبهز الأسعار. وكما ذكرت حضرتك، أنا استمعت إلى هذا الكلام من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، ادوا أسعار للطحين وللرز وكل ما يتعلق بالحياة هناك، يعني أسعار جنونية. طيب، يعني حتى في إسرائيل التي تعتبر بلد مرتفعة الأسعار لم تصل هذه هذا المستوى، وهذا شيء طبيعي ربما يقول البعض نتيجة وجود قلة لهذه المساعدات التي تدخل، فأكيد الأسعار سترتفع في السوق. طيب يعني سرقة هذه اليوم. طيب دعني أسأل في الدقائق المتبقية سيد مارك كيمت فيما يتعلق بأمال التهدئة. وسائل إعلام مصرية تقول بأن هناك تقدم ملحوظ، وهل يمكن أن تعقد صفقة برأيك قبيل شهر رمضان المبارك؟ أعتقد لو أن الطرفين تفاوضا بنية حسنة فهناك فرصة للاتفاق. نعم، أعتقد أن كل شيء سمعته والكلام عن أسماء الرهائن وأيضا إطلاق عدد كبير منهم وتوقيف العمليات العسكرية، هذه كلها تبدو معقولة. لماذا حماس تريد أن تسمح لمثلا وهي لا تحتاج القانون، قوانين الحرب أو القانون الدولي، والصليب الأحمر والهلال الأحمر يطالبون أيضا بأسماء أو على الأقل بأعداد الرهائن الموجودين. أعتقد بأن هذا الأمر ينبغي أن تطبقه حماس إذا أرادوا أيضا أن يستعملوا هؤلاء الرهائن كما يقال كأوراق ضغط على إسرائيل. إذن حماس عليها أن تتفاوض بحسن نية. طيب، وإذا إسرائيل أيضا تفاوضت بحسن نية فهناك فرصة لوقف إطلاق النار قبل رمضان، ولكن من الواضح أن حماس تفعل كل ما في وسعها لأن لا يحدث ذلك. طيب، أيضا فيما يتعلق بمعركة رفح، هل هناك أي دعم أمريكي لهذه المعركة بأي اتجاه جنرال مارك كيمت؟ لأنه غانتس سيطلع على سير المعارك وربما سيعطي خطة للجانب الأمريكي لقضية اقتحام رفح، هل هناك أي دعم أمريكي لهذه المعركة برأيك؟ أعتقد أن الدعم الأمريكي هو الذي يقول بأنه ينبغي إجلاء أكبر عدد من السكان وإيجاد طرق أو أماكن لهؤلاء النازحين ليكونوا في مأمن، ثم ليقوموا بعمليتهم العسكرية بطريقة ملائمة ومناسبة وبطريقة شرعية. لو أن الجيش الإسرائيلي وضع تلك الخطة فسيحظى بدعم من واشنطن. سيد مائير كوهين، عن معركة رفح حتى ولو حصلت تهدئة في شهر رمضان، هل يمكن أن تستمر أم أن التهدئة المرتقبة يمكن أن تنتج لنا تهدئة أطول؟
ربما يعني هذا الأمل والرجاء من أجل الإفراج عن الرهائن والعمل بكل شيء من أجل تخليص هؤلاء. نحن بنسمع كل يوم روايات يعني يعني الإنسان لا يعجز عن وصفها، ما يحدث للنساء وما يحدث للرجال هناك، والأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشون فيها. فما في شك أن الإفراج عنهم هو أمل ورجاء في كل المجتمع الإسرائيلي، ولكن يجب أن لا ننسى أيضا مقابل ذلك أن كل إنسان في إسرائيل يريد إنهاء وضع حماس بأن لا تكون على الحدود مع إسرائيل. ولكن حتى الآن يبدو أن إسرائيل فشلت على الأقل كما يقول البعض في تحقيق الأهداف المعلنة. نعم، فشلت في أول شيء القضاء على حماس وفي استرجاع الرهائن، وبدلا من ذلك هناك مأساة إنسانية. أليس من الأجدر إنهاء هذه الحرب التي يصفها البعض بالعبثية أساسا؟ سؤالية؟ نعم. لا، هي الحرب حققت أهداف يعني جبارة. يجب أن لا ننسى أن قطاع غزة تحول إلى أكبر بؤرة للإرهاب في العالم. الجيش الإسرائيلي صنع إعجازا لم يحدث من قبل بالقضاء على الأنفاق والقضاء على يعني 10,000 قذيفة كانت وصاروخ كانت يتصل إسرائيل. النهاردة الصواريخ هي تضاءلت وربما انعدمت، والأمور تمشيط لكل قطاع غزة. ما فيش شبر في قطاع غزة لم يتواجد فيه أسلحة، حتى أسرة الأطفال وضعوا فيها الصواريخ والقنابل تحت سرير طفلة. وأنت ترى هذه كيف لأم فلسطينية أن تقبل بمثل هذا الأمر. قطاع غزة مدسوس في أفكار حماس الداعشية للقتل والإرهاب، فنحن نتعامل مع حركة الشيطان. طيب، شكرا جزيلا لك مائير كوهين الدبلوماسي السابق، كنت معنا من القدس. ومارك كيميت الجنرال الأسبق ومساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، كنت معنا من واشنطن.